أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين البخل والشح؟ البخل هو منع ما عندك، منع الإنفاق، هذا البخل. والشح أن تطمع فيما عند الناس، تطمع فيما عند الناس، وقيلهما بمعنى واحد، ولكن الله أعلم بينهما فرق. الشح أن تطمع بما في أيدي الناس، والبخل أن تمنع ما عندك. نعم.